أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في الحياة: الصراع على الكتلة الأكبر يطوي الهدنة بين التحالفات في العراق. ونتصفح في العرب الجديد: تعيين الرئيس العراقي مؤجل، الخلافات تخيم على بغداد وأربيل. ونطالع في المدى: عدوى بيع المناصب تنتقل من البرلمان إلى مجالس المحافظات. وجاء في الهيئة نت: نزوح أكثر من 2000 عائلة من محافظة ذي قار بسبب شحة المياه. وفي الخليج الإماراتي نقرأ: موسكو تزود دمشق بS-300. نتنياهو منزعج وواشنطن تعد الصفقة صعيدا خطيرا. وفي الشرق الأوسط نقرأ: فولفو توقف جميع شاحنات في توقف جميع شاحنات في إيران بسبب العقوبات الأمريكية. وفي القدس العربية: الاتحاد الأوروبي ينشئ كيانا قانونيا لمواصلة التجارة مع إيران وتفادي العقوبات الأمريكية. أهلا بكم. قد يبدو للوهلة الأولى أن إيران حققت ترسيخا لوجودها ودورها ونفوذها في العراق خلال أحداث الآونة الأخيرة، فإيران نفذت خطة إدخال ميليشياتها إلى قلب العملية السياسية برمتها، وحصلت على مقعد رئاسة مجلس النواب فضلا عن ترويضها لمن حاول الخروج عليها من مجموعات سياسية شيعية. طلعت رميح يرى في موقع الهيئة نت أنه يخطئ من يتصور أن إيران انتصرت في العراق. قد يبدو للوهلة الأولى أن العملية السياسية حققت مكسبا كبيرا، أن انتهت الأمور إلى عودة اللعبة القديمة بطائفيتها وخضوعها للمحتلين الأمريكي والإيراني والثاني خاصة، وهو ما يعني استمرار الأوضاع والأجواء التي تحقق لإيران مزيدا من السيطرة على العراق وتعميقا للحالة الطائفية التي تخدم إيران ومشروعها أو تبرر أمام البعض تدخلها وجرائمها. وقد يبدو أن الأفق الذي لاحت تباشيره عبر الثورة البصرية قد تغطى بالغيوم والسحب السوداء، لكن الأمر على العكس تماما. الأمور تسري على العكس تماما، وليس في القول دفعا للمعنويات، بل هو التقدير الموضعي للمعنوي. الأهم الآن وما يبنى عليه الآن ومستقبلا هو أن كل اللعبة قائمة منذ بداية الاحتلال وحتى الآن. لم يعد الشعب مخدوعا بها، بل يعتبرها حالة مضادة على الصعيد الوطني أو على صعيد المصالح أو حتى على صعيد تقديم الخدمات. والأهم أيضا أن المناطق التي طالما تصور الإيراني وميليشياته أن البيئة الحاضنة للاحتلال على أساس طائفي قد أسست لموقف معاد لإيران وصارت تتحرك على أرضية رافضة وبقوة ووفق حالة تتجذر ضد الوجود والدور الإيراني ولمن يعمل لصالح إيران. الكاتب يقول إن الموقف الرافض للاحتلال وأدواته وللعملية السياسية برمتها بات موضع رفض شامل من الشعب العراقي بكافة أطيافه، والأهم الآن أن جميع أدوات الاحتلال المشاركة في العملية السياسية باتت مكشوفة ولم يعد بإمكانها خداع الشعب العراقي مجددا. لم يعد ممكنا أيضا بعد الآن لأي من المشاركين في العملية السياسية للاحتلال أن يرفع شعارات ينخدع بها الناس مجددا. قالت مجلة ناشونال انترست الأمريكية أن العراق يدفع كل يوم ثمن المواجهة الأمريكية الإيرانية. وأشارت المجلة في مقال للكاتب بول بيلر إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينظر إلى العراق من خلال العدسة الضيقة المناهضة لإيران، وهو ما حول العراق إلى ساحة سياسية، حيث يقوم موفد أمريكا إلى العراق بريت ماكغوك بمحاولة من أجل تشكيل حكومة عراقية أقرب ما تكون إلى الولايات المتحدة وأبعد عن إيران.
الكاتب يرى أن البعد الأمريكي المناهض لإيران يظهر من خلال اتهامها بالتسبب في أي مشكلة تحدث بالعراق، وضمن ذلك القصف الذي استهدف قبل أيام المنطقة الخضراء ببغداد وسقوط قذائف صاروخية على مقربة من السفارة الأمريكية، في حين تم تجاهل إحراق متظاهرين غاضبين القنصلية الإيرانية في البصرة. ويضيف الكاتب أنه منذ 2003 كان العراق بعيداً عن تحقيق الديمقراطية الليبرالية الناشئة التي روج لها دعاة الحرب على العراق، ومنذ ذلك الحين يعيش في أتون حرب أهلية وتمرد وصراع طائفي امتد إلى خارج حدود البلاد بعد ظهور تنظيم الدولة. ويشير الكاتب إلى صراع من نوع جديد بدأ مؤخراً عندما قام متظاهرون غاضبون في محافظة البصرة بعمليات حرق شملت مؤسسات حكومية ومقر أحزاب والقنصلية الإيرانية احتجاجاً على تردي الخدمات. ولا يبدو أن السياسة الأمريكية هناك معنية بما يريده العراقيون، فهم خرجوا في مظاهرات غاضبة للمطالبة بالماء والكهرباء والاستخدام الأمثل لثروتهم النفطية، لكن واشنطن أبعد ما تكون عن الاهتمام بتلك المطالب، فهي ترى في العراق ساحة لتصفية حساباتها مع إيران. وبحسب الكاتب فإن الولايات المتحدة لا تنظر إلى العراق إلا من خلال علاقتها مع إيران، ومن هنا جاء الدعم الأمريكي للعبادي من أجل إعادة ترشيحه، وذلك من خلال الضغط على قوى سياسية مختلفة شيعية وسنية وكردية. ما يمر به العراق ليس تعبيراً عن هيمنة نظام سياسي أوجده الاحتلال الأمريكي البغيض لتتحكم فيه الأحزاب الدينية التي أوصلت هذا البلد إلى حالته الموحشة فحسب، بل إنما يجري هو عملية تهديم مقصودة ومترابطة بين المادي والبشري وإحلال بدائل تمنع الشعب من أن يكون حاله حال الشعوب الأخرى. دكتور ماجد السامرائي يرى في صحيفة العرب اللندنية أن التجهيل لا يستهدف فقط صرف نظر الشعب عما تمارسه الطبقة السياسية من انحراف وفساد، وإنما لتعزيز الأهداف الاستراتيجية في الانقضاض على كيان العراق. المخاطر التي تهدد هذا البلد لا تنحصر في نهب ثروات شعبه التي تشكل قاعدة النمو والتطور وتحويلها إلى أرصدة قادة ومسؤولين كبار في الأحزاب الحاكمة. المخاطر الجدية هي مخطط تجهيل العقل العراقي ومسخ قيم أهله وتحطيم جميع مقومات التواصل والمحبة بينهم وقطع صلاتهم بالتاريخ الطويل الذي جمعهم واستبعاد فصوله النيرة التي ارتبطت بأسماء لامعة من زعماته الإسلامية في العهود المختلفة وإحلال وقائع مجتزأة من ذلك التاريخ تنمي الكراهية وتغلفها بطقوس مغالية لا ترتبط بالمعاني التي حملتها مسيرة صحابة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والقيم العميقة لاستشهاد الحسين رمز الثورة على الظلم والاستعباد. إيران هي المحرك الرئيس لهذه النعرات الضارة، ولديها مجاميع وجهات وجمعيات عديدة لتحويل فعاليات الموروث الشيعي النبيلة إلى دعوات لتخريب الدين الإسلامي وإلى عناصر للفرقة والاحتراب. فالتجهيل لا يستهدف فقط صرف نظر الشعب وقوته الشبابية عما تمارسه الطبقة السياسية من انحراف وفساد، وإنما لتعزيز الأهداف الاستراتيجية على مستوى الانقضاض على العراق وتاريخه وعلى حركة النهضة التي حصلت فيه خلال 100 عام الماضية. الكاتب يرى أن الأحزاب الإسلامية الحاكمة هي المستفيد الأول والأخير من هذا المشروع التجهيلي الذي تدعمه إيران بقوة لكي لا ينهض العراق مجددا، لأنها تعرف جيدا أن نهضته إعاقة لمخططات مشروع ولاية الفقيه، لكن رد الفعل الشبابي الذي انطلق من البصرة هو نموذج رائع على الوعي، ومشروع التجهيل القاسي لن يستمر طويلا. واهم من يتصور أن ساحة الشرق الأوسط هي متجر فخار وأنه الفيل الوحيد الذي يتجول فيها فيحطم ما شاء وقت ما يشاء، ففي هذه الجغرافيا صناعة وتدريب وتسليح وتمويل المعارضات ماركة مسجلة، وأن من يرمي الآخرين بحجر سيتعرض إلى وابل من الأحجار مهما طال أو قصر زمن الرد. دكتور مثنى عبد الله يقول في صحيفة القدس العربي إنه في هذا السياق أتى الحادث الأخير الذي هز الشباك الإيرانية والذي وقع السبت الماضي خلال عرض عسكري في مدينة الأحواز العربية جنوب غربي إيران.
لأن الصراخ على قدر الألم، فقد تناثرت التصريحات من قبل أركان النظام، كل يلقي مسؤولية ما حدث على جهات وأطراف محلية وإقليمية ودولية، حتى لم تعد قوة في العالم إلا وكانت مشاركة في صنع الحدث حسب تصريحاتهم. ولقد بدا عمق الصدمة والارتباك واضحين على السلطة الإيرانية، حيث اتهموا فورا من قام بالهجوم أنهم مسلحون تكفيريون، ثم عادوا للقول إنهم انفصاليون عرب، وأن الخلية معروفة لدى السلطات، وأنها أدخلت أسلحتها إلى البلاد مؤخرا، بما يعني أنها كانت مرصودة من قبل الأجهزة الأمنية. فإذا كانت هي كذلك، فماذا يمكن أن يعتبر الهجوم الذي حصل؟ غير أن التصريحات المتناقضة تشير فعليا إلى أن السلطات كانت متفاجئة تماما بما حدث، بما يعطي تصورا أنها أخذت على حين غرة، لأن العروض العسكرية يفترض أن تكون مؤمنة تماما، وإذا ما بحثنا في دلالات الحادث نجد أنه مثقل بالرمزية، رمزية المكان ورمزية الزمان أيضا، فالمكان هو الأحواز العربية، أما رمزية الزمان فقد كانت واضحة من خلال احتفالية ما يسمى أسبوع الدفاع المقدس بمناسبة ذكرى الحرب العراقية الإيرانية. الكاتب يرى أن الهجوم استهدف الحرس الثوري، وكان مصمما للنيل من هيبته التي أكسبته قدحا معلى في القيادة الإيرانية على حساب الآخرين. كان أقصى رسالة وجهها المهاجمون إلى النظام الإيراني، فهذا الفصيل الذي طالما تفاخرت به طهران من أنه قوتها الضاربة في المنطقة والعالم، وأنه من يسيطر على أربع عواصم عربية، شاهد الملايين من الناس كيف أن هيبة ضباطه قد تمزقت، وهم يزحفون على الأرض ويختبئون في أخاديد المياه على كتف الشارع بينما تنهمر نيران المسلحين عليهم. بعد تأخير استمر 5 سنوات، قررت روسيا تزويد الجيش السوري بمنظومة صواريخ S-300 للدفاع الجوي. كان يفترض أن يتم ذلك في عام 2013، إلا أنه نزولاً عند الطلبات الإسرائيلية الملحة أرجي إرسال هذه المنظومة، حتى جاءت حادثة إسقاط الطائرة الروسية قبالة اللاذقية قبل أيام، وتحميل روسيا إسرائيل المسؤولية الكاملة عنها نتيجة الخلل في التواصل بين جيشيهما. توني فرانسيس يتساءل في صحيفة الحياة، لماذا تقوم موسكو بتسليم دمشق منظومة صواريخ S-300 في هذا التوقيت بالذات؟ مباشرة ستشعر إسرائيل أنها أمام تحدي جديد لم تعهده من قبل، على الرغم أن الشروحات الروسية لطبيعة العلاقة معها فيها الكثير من التأكيد على التعاون الذي قاد إلى إبعاد الإيرانيين 140 كيلومترا عن الجولان. وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها وزارة الدفاع الروسية عن هذه المسافة التي تضمنتها ترتيبات الجنوب السوري، وفيها أيضا الكثير من اللمسات الإنسانية، حيث تحدثت الوزارة عن تخصيص مجموعات تتعاون مع القيادة السورية في البحث عن بقايا إسرائيليين مدفونين في سوريا، يعتقد أنها بينها بقايا الجاسوس إيلي كوهين الذي جرى إعدامه عشية حرب 1967، كما تحدثت عن إعادة دبابة إسرائيلية أسرت خلال اجتياح لبنان عام 1982 ونقلت إلى موسكو لفحصها قبل أن تسلم إلى نتنياهو خلال زيارته الأخيرة لموسكو. سيتغير شيء ما في العلاقات بين إسرائيل وروسيا، لكن ليس في اتجاه الانقلاب على ما تم نسجه حتى الآن. والاضطراب الذي تعبر عنه الصحافة العبرية إشارة إلى أن ما بعد حادثة الطائرة سيكون غير ما قبله. وإذا كانت إسرائيل لن تتخلى عن حربها المعلنة على الحضور الإيراني ومتفرعاته في سوريا، فإنها ستكون مضطرة للالتزام المنضبط بالشروط الروسية. الكاتب يرى أن هذا الترتيب سيشكل ردا روسيا على الحشود الأمريكية والغربية في شرق المتوسط والحديث المتزايد عن إمكانية تدخل عسكري في سوريا. وفي الخلاصة تبدو التدابير الروسية وكأنها محاولة أخيرة للإمساك كليا، ليس فقط بالقرار العسكري السوري وإنما بالأوراق كافة المؤثرة منها في سوريا، عشية حسم في إدلب وتفاوض مع الغرب على الصورة النهائية للتسوية. يكرر دائما مبعوث الأمم المتحدة، ربما كما يصف الكاتب مبعوث الأمم الخاصون إلى اليمن، الأخطاء والخطايا ذاتها التي ارتكبوها خلال الأعوام الأربع الماضية من عمور الأزمة، ما جعل من المنطقي ألا يكون هناك اختراق ملموس
أو مجرد بصيص أمل في نهاية النفق المظلم الذي أدخل الانقلابيون البلاد فيه. صحيفة الخليج الإماراتية ترى في افتتاحيتها أن التصريحات المتفائلة للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بعد زيارته إلى صنعاء عقب فشل جولة مشاورات جنيف الأخيرة تجعلنا نستعيد ما فعله وما لم يفعله مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن منذ 2014. المبعوث الأول جمال بن عمر صعد إلى جبال صعدة فيما نزل منها الحوثيون لاحتلال صنعاء يلتقي زعيمهم عبد الملك الحوثي ويبرم معه اتفاقا إضافيا يعطي شرعية استثنائية للانقلابيين، ولم يحاسب أحد المبعوث الذي عمل عامدا على تعقيد المشكلة، بل تمت مكافأته ليكون مبعوثا خاصا للمنظمة الدولية إلى برواندي. أما المبعوث الثاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد فقد كان حسن النوايا يدفعه إلى التساهل وطرق كل الأبواب التي يمكن أن تؤدي إلى اختراق وحل، وقد بدا له في نهاية الأمر واضحا أن الانقلابيين يستغلون مهمة المبعوث الأممي لإطالة الأزمة وكسب المزيد من الوقت، لذلك لم يكن مستغربا أيضا أن يتخلى ولد الشيخ أحمد عن المهمة الموكلة إليه بنهاية شباط الماضي. يرتكب المبعوث الحالي غريفيث خطأ وخطيئة إذا تناسى أن مهمته لها مرجعيات هي المبادرة الخليجية وآليتها ومخرجات الحوار الوطني اليمني والقرارات الدولية، ويخطئ المبعوث إذا وصف المشاورات المطلوبة لتنفيذ القرار 2216 أنها مفاوضات أو إعادة تفاوض، فالمشاورات هدفها تنفيذ إرادة المجتمع الدولي وقراراته والمهمة محددة، والمرجع الأخير في سلطة التكليف هو مجلس الأمن. وتختتم الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن كل مبعوث أممي يحركه طموح شخصي ومهني أن ينجح في تحقيق مهمته، لكن ذلك يجب أن لا يكون ذلك على حساب مرجعيات التكليف أو الحقائق أو خلق مهمة جديدة كما يصف الكاتب أو السماح للطرف المتعنت باستغلال المنظمة الدولية ووكالتها وعنصر الوقت. بعيداً كل البعد عن السياسة، استطاع صياد إندونيسي يبلغ من العمر 18 عاماً التشبث بالحياة في عرض المحيط الهادي لمدة 49 يوماً بعدما سحبت التيارات البحرية منصة صيد الأسماك العائمة التي كان يعمل فيها وحيداً. وقال موقع الجزيرة النت إن رياحاً قوية جرفت منصة الصيد التي يعمل بها ألدينوفيل أديلانغ في 14 من تموز الماضي من منطقة سولاويزي الشمالية وسط إندونيسيا إلى منطقة غوام في عرض البحر الهادئ على بعد آلاف الكيلومترات. وقال صياد أديلانغ أنه كافح كثيرا من أجل التشبث بالحياة على متن منصة صيد صغيرة قد مرت 10 سفن كبيرة من جانبها وعمل ما بوسعه من أجل أن يروه، لكنه لم ينجح إطلاقا. وبعد 49 يوما نجح الصياد في إرسال موجات راديو بجهاز كان بحوزته لسفينة شحن تحمل علم بنما سارعت لإنقاذه لتنقله معها إلى اليابان، حيث اتصل الصياد بقنصلية بلاده في مدينة أوساكا ليعود بعدها إلى أسرته سالما. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور.
إلى اللقاء.